اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم نهار جديد. فقرتنا التانيه حقيقه من الفقرات اللي هتستمتعوا فيها جدا. ليه؟ لانه بنتكلم فيها عن جزء لا يتجزا مننا، هو اصلنا وحضارتنا. قوه المصري بتاتي من حضارته، وقد ايه فعلا حضارته القديمه وتاريخه، يعني تاريخ يشهد عليه العالم كله. في يمكن حضارات اتبنت على الترحال والبدو والصيد، لكن حضارتنا كانت بالدرجه الاولى زراعيه، مش عشان احنا في مصر الزراعيه، لكن دي الحقيقه. وجود مصر يمكن على ضفاف النيل وتقديس نهر النيل هو اللي اوجد لمهنه الفلاحه الاولويه في كل شيء، واصبح النهارده يعني الفلاح والفلاحه هما العامل الاساسي في العمليه الزراعيه، واللي جعلت من حضارتنا حضاره زراعيه بالدرجه الاولى. هنتكلم النهارده معاكم كيف كان حال الفلاح في الحضاره المصريه القديمه. المصري القديم كان شكله ايه، وادواته الزراعيه واساليبه في الزراعه والعمليه الزراعيه كانت عامله ازاي. هنعرف بقى الاختلاف التطور ده عمل ازاي، وكمان هنمتعكم النهارده باللغه الهيروغليفيه. تفاصيل اكتر كده هتترقبوها معانا النهارده من خلال ضيفنا العزيز اللي بيشرفنا ونورنا في الاستوديو، دكتور محمد شعبان المنشاوي، باحث في اللغه المصريه القديمه. اسمحوا لنا نرحب بيه. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير يا استاذ زينب. يعني الحياه المصريه القديمه حياه ممتعه الحقيقه، ويمكن بيشهد عليها برديات وجدران المعابد. كلمنا النهارده عن يعني كيف كان حال الفلاح المصري في الحياه وفي الحضاره المصريه القديمه. بالفعل. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه حابب يعني اصحح حاجه بسيطه كده، لان معظمنا في مصر بيقع فيها بخصوص خطوط اللغه المصريه القديمه. يعني يخطئ البعض في قول الهيروغليفيه على اساس انها لغه هيروغليفيه، هي ليست لغه وانما هي خط، شانها شان خط النسخ والرقعه والكوف. يعني ما ينفعش انا مثلا اقول خط النسخ او اللغه النسخ او اللغه الرقعه، وانما هو خط من خطوط اللغه المصريه القديمه. كتبت اللغه المصريه القديمه باربع خطوط: الخط الهيروغليفي، الخط الهيراطيقي، الخط الديموطيقي، والقبطي. تمام. والقبطة طبعا مرحله من ضمن مراحل اللغه المصريه القديمه. يعني احنا عندنا يعني في معجم كبير قوي من داخل اللغه، وهو عالم الحقيقه الواحد. اكيد اكيد يا فندم. خلينا بدايه بقى قبل ما نغوص في بحر اللغه والكلام عن الخطوط وانواعها. تمام. علاقتنا بنهر النيل. تمام. علاقه وطيده الحقيقه. تمام. ولدرجه. تمام. ان احنا كنا بنسميه باسامي كتيره. تمام. وكمان كان ليه قدسيه. تمام. وعروسه. تمام. النيل اللي كانت بتترمي في نهر النيل. تمام. مدى حقيقتها ومدى صحتها. تمام. هنعرفه من حضرتك. تمام يا فندم. طبعا في البدايه حابب ان انا يعني نعرف الاول اصل كلمه نيل، اصلها ايه. بصراحه تعددت الاراء حول اصل كلمه نيل. في راي بيقول ان اصل كلمه نيل مشتق من الاسم الاغريقي نيلوس. تمام. نيلوس. وفي راي تاني بيقول لا، ده هي مشتقه من الكلمه الفينيقيه نهل التي تعني مجرى او نهر. في راي تاني بيقولوا استاذ الدكتور رمضان عبده علي السيد عليه رحمه الله بيقول ان الكلمه دي اصلها مصري قديم صميم. مشتق من نائترو، ونائترو في اللغه المصريه القديمه معناها النهر ذو المنابع او النهر ذو الفروع. طبعا حضرتك عارفه ان احنا عندنا حاليا نهر النيل فرعيه دمياط ورشيد. تمام. المعلومه اللي عندنا طبعا واللي احنا متاكدين منها، في عهد الدوله المصريه القديمه كان على ما اعتقد 7 فروع او اقل، ليس فرعين فقط. لذلك المصر القديم كان بيسميهم ايترونو كيمت، يعني ايه؟ يعني انهار مصر. تمام. مجرى نهر النيل نفسه اطلق عليه حبت نت اتر، حبت نت اتر يعني مجرى نهر النيل. دي كان حاجة حابب ان انا اشير ليها. طب علاقة المصري القديم بنهر النيل، بصراحة لو اعتبرنا ان نهر النيل ده هو شخص او انسان، هنلاقيه ان هو انسان يعني له مزاج حد شوية، لان المصري القديم في البداية كان بيعاني منه معاناة كبيرة جدا جدا. كان فجأة كده بيلاقي نفسه ان هو قدام فيضان مدمر. تمام. فكان بيعاني منه، فبدأ ان المصري القديم يزاول التأثير السيكولوجي على هذا الصديق لكي يتخذ منه صديقا حميما، ويطبق المقوله اللي احنا بنقولها دلوقتي: ما محبه الا بعد عداوه. تمام يا فندم. وبالفعل نجح المصري القديم في كده. فبدا ان هو يحاول ان هو يلاقي حلول للمشكله دهياتي. بالفعل فطن لبناء السدود والجسور. ده بقى نتج عنه ايه؟ نتج عنه حاجات كتيره جدا. اول حاجه ان بدات وطاه الفيضان تخف شويه، ما بقاش دلوقتي ان هو يتضرر زي الاول، لا، لان الجسور دهياتي بتخف حركه الفيضان واحده واحده. تاني حاجه ان السدود دهياتي بدات ان هي تزود الرقعه الزراعيه. تمام. لان الفيضان لما كان بيجي مصر كان بيجي محملا بالطمل،
هذا الطمي مستخلص من الصخور البركانية من أثيوبيا طبعا، وبمجرد ما إن فيضان النيل كان بيخش مصر التيار المائي كان بيبدأ إن هو يكون بطيء. بطء هذا التيار كان بيساعد على ترسيب هذا الطمي على سطح الـ 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 الأرض المصرية. فكان طبعا 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 فكان بيعمل على إيه يا فندم؟ كان بيعمل على جودة الأرض وخصوبتها. تمام، فكان ده بيساعد مصر القديم على زراعة أكثر من محصول، ممكن نزرع محصولين أو ثلاث محاصيل في السنة الواحدة. فنقدر نقول دلوقتي تطورت العلاقة من علاقة عداوة إلى علاقة محبة. لذلك المصريين القدماء بدأوا إن هم يعني من فرحتهم باحتكاكهم بنهر النيل يرنموا له ويغنوا له يعني كده. تمام فندم، أتذكر ترنيمة يعني هقول بس بدايتها علشان الوقت، بيقولوا له نشحر كي حعبي، السلام عليك يا حابي أو تحية لك يا حابي. تمام، بركي امتبن أنت تخرج من هذه الأرض. تمام، إيكي إنيب سعنخ كمت وتأتي من أجل أن تغذي مصر. دي اللغة إيه بقى؟ دي اللغة المصرية القديمة يا فندم. دي اللغة المصرية القديمة. دي اللغة المصرية القديمة. لا إحنا النهاردة هنستمتع بالفقرة دي وعايزين نسمع أكتر عن اللغة المصرية القديمة. تحت أمر حضرتك أكيد يا فندم. وأعتقد لا بالعكس أنت حضرتك مش يعني مش أسقلت، لا بالعكس أنت أمتعتنا بإن عرفتنا حاجة ما كناش عمرنا نسمعها، ترنيمة من الأغاني اللي كانت بتقال زمان للنيل. فصدقت فعلا يا هيرودوت لما قال إن مصر هبة النيل. أكيد أكيد فعلا. وحابب أضيف لحضرتك، أنا آسف على المقاطعة، ان النيل بالنسبه لنا احنا، انا بحب اقول جمله باللغه المصريه القديمه بما اني عاشق للغه المصريه القديمه، بقول اترو بو او اترو نو شو سبي عنخ، يعني نهر النيل بالنسبه لنا شريان حياه، وهو بالفعل بالنسبه لنا شريان حياه. الله تمام يا فندم. فايه اللي نتج بقى من احتكاك مصر القديم من نهر النيل؟ حاجات كتيرة جدا. أول حاجة الاستقرار بعد أن يعاني من الترحال. بمجرد ما نزل على ضفتي نهر النيل اتواجدت المية، طالما اتواجدت المية بقى في حياة خلاص. تمام، تاني حاجة انتشار روح الود والتعاون والمحبة ما بين المصريين في الفترة دهياتي، لأن مصر القديم لما نزل برضو أخذ من هذا الطمي، الطمي ده هو وبنى به البيت اللي هو بيسكن فيه، فبدأ يجي جنبيه واحد تاني، بقت جيرة، بقى بيت واثنين وثلاثة، بقت قرية. فبدأ أن يكون عندنا نظام سياسي واقتصادي ومدني مستقر دلوقتي بعد استقرار مصر القديم على ضفاف النيل. برضو استطاع أن هو يتاخد من نهر النيل وسيلة مواصلات مهمة جدا جدا، ينقل عليها الإنسان نفسه والبضائع. تمام، أهم ما تعلمه أو أهم ما توصل لمصر القديم من احتكاكه بنهر النيل طبعا تعلمه الزراعة، تعلموا الزراعة وابتكار الوسائل الري وأدوات الزراعة، وده اللي كان سبب مهم جدا جدا في نجاح مراحل العمل الزراعي في مصر القديمة. حقيقي فعلا رسولنا الكريم لما قال عن نهر النيل واحد من أنهار الجنة. أكيد فعلا. هو ونهر الفرات، فيعني فعلا لينا تاريخ كبير جدا مع نهر النيل، وأسامي تعددت وأغاني تغنت ليه. فيعني طبعا سبحان الله أن ربنا حبانا بيه وادانا منحة إلهية عشان يبقى سبب في التربة الخصبة اللي النهاردة بننعم بيها. أكيد فعلا. ده بينقلنا لأبرز كده المشاهد وأشهر المناظر اللي تجسدت على جدران المعابد والمقابر الفرعونية. كلمنا كده عن كيفية العمل الزراعي والفلاحة وأدواتهم وأساليبهم كانت عاملة إزاي من خلال البرديات ومن خلال كل الرسومات اللي كانت موجودة على جدران المعابد. أكيد أكيد تحت أمر حضرتك. هو عشان نتكلم عن مراحل العمل الزراعي تقريبا كل مرحلة لوحدها يعني عايزة حلقة. لكن أنا طبعا صدقيني الكلام ده فعلا في النهاردة من كل بستان زهرة كده للفلاح البسيط اللي بيتفرج علينا عايز يعرف. تمام. يعني على الاصل دور دايما وعلى حضرتنا شكلها ايه. اكيد يا فندم. اول مرحله من مراحل العمل الزراعي كانت بتبدا بحرث الارض، حرث الارض حرث. وده كان بيطلق عليها المصري القديم سكا امهب. سكا امهب يعني الحرث باستخدام المحراث، لان المحراث في اللغه المصريه القديمه كان له العديد من الاسماء، اذكر منها سكا وهب. تمام، دي من اسماء المحراث في اللغه المصريه القديمه. طيب العمليه دهياتي كان بيقوم بيها شخص كان بيقود المحراث وشخص بنقول عليه احنا الحراث. تمام، في مقبره تيف سقاره طبعا كانت بتجسد لنا مشهد من ضمن مشاهد الحرث في مصر القديمه. فشخص يعني الشخص الحراث بيقول لسائق المشاهد اهو، بيقول له ايه بقى؟ بيقول له سكا امهب حوينن، يعني ايه سكا امهب؟ احرض بالمحراث اضرب هؤلاء. فهو بيرد وبيقول له ايه بقى؟ بيقول له ها يس
غير الثريز باكت، يعني بيقول عايزين نشهر ونشد حيلنا لان ورانا شغل. تمام. وعلى فكره يا فندم، في مراحل العمل الزراعي المصري القديم بطبيعته بيحب لازم يكون فيه روح من الفكاهه في العمل. مهما كان العمل بياخد جهد مضني، ولكن لابد من وجود الفكاهه، ودي في ضمننا لحد دلوقتي. يعني الحراث ده هو لما كان بيلاقي ان الشخص سائق المشاه ده هو مثلا المحراث او المحراث بدا ان هو يطلع من الارض، فطبعا ده هيخليه يعمل جهد، فبيقول له وعك حط ايدك. تمام. او ممكن يقول له مي ابتو نفر هرو، يعني تعال خد نفسك كتر خيرك، بس طبعا هو بيقولها له يعني زي ما نقول كده احنا بيقلش عليه يعني. تمام يا فندم، على سبيل يعني انت مش شغال حاول تشتغل معايا. يعني كان حتى القلش احنا المصري القديم من زمان وهو موصول بخفه الدم. صدقيني يا فندم ديات جينات في دمنا، جينات وراثيه اكيد اكيد. فدي كانت اول مرحله. المرحله الثانيه كانت مرحله عسق الارض، ودي اقن احت عسق الحقل. تمام. طبعا كانت بتتم استخدام الفأس، والفأس كان ليه اسماء كثيره في اللغه المصريه القديمه، اتذكر منها ما مر وبا. وبا دياتي كانت وردت في برديه من ضمن البرديات التي كنت تعرضت ليها في مرحله الماجستير، مقبره رقم 516 في متحف المتروبوليتان في ولايه نيويورك. طبعا صاحب البرديات دياتي شخص اسمه حقا نخت، بيوصي اهل البرديات دي جميله جدا جدا لان بترصد لنا كواليس مراحل العمل الزراعي تقريبا كامله. الله. تمام. فانا استمتعت جدا بدراستها، والحمد لله ربنا اكرمني وتوصلت لنتائج عظيمه جدا جدا تضاف لينا طبعا. ففندم كان دايما بيوصي اهل بيته بيقول لهم ايه؟ بيقول له اقن احتي اعزق كل ارضي. تمام. با امشرت ثين امكات، يعني ايه؟ يعني اجعلوا الفأس مع انوفكم في العمل. ايه الكلام الغريب ده؟ لا هو مش كلام غريب، يعني الفأس يا فندم لما بتتم عمليه الحرث بنلاقي ان الشخص بيبقى ظهره مال شويه. تمام. علشان تحصل عمليه العسق، في عسق بنقول عليها عسقه خفيفه، وفي عسق بيحتاج جهد شويه، لا هو عايز الثانيه بقى اللي هو جهد شويه. فالثانيه ديت المفروض ان حضرتك يعني ايه؟ هترفع الفأس لفوق، فلما ترفعها تكون قريبه من الأنف. فلذلك هو بيقول له كده. بيقول اه طبعا طبعا اكونوا احتي اعزقوا كل ارضي، وطبعا با امشرت ثين امكات. تمام. دي كانت المرحله الثانيه. المرحله الثالثه كانت بذر البذور، ودي بنقول عليها اريت بيريت. اريت بيريت بذر البذور. في معلومه حابب اضيفها قبل ما اتكلم عنها، ودي برضو الحمد لله دي اتوصلت ليها من خلال دراستي بالبرديات اللي قلتها لحضرتك عليها من شويه، ان المصري القديم بمجرد ما كان بيحصل الفيضان عندنا كان بيحدد هيزرع ايه بناء على كميه الميه اللي جايه. يا ترى كميه الميه ديت اللي جايه الفيضان عالي ولا مش عالي؟ ليه؟ لو الفيضان عالي هيحتاج ان هو يزرع نبات هيحتاج ميه زياده، لو الفيضان مش عالي يبقى ان هو دلوقتي هيزرع نبات هيحتاج كميه الميه اللي موجوده. يعني احاول اكفي نفسي على قد ما اقدر. يعني المحاصيل كده بتختلف اكيد يا فندم بناء على كميه الميه اللي جايه من الفيضان. اكيد اكيد. الدليل على كده كان في نص ورد في البرديه رقم 516 اللي قلتها من شويه. بيقول له ايه بقى؟ بيقول له اير باسيبات ام اتي مح. يعني ايه بقى؟ يعني امدر الحقل بتاعي او المقاطعه بتاعتي قمح. تمام. ام اير بيتي ايم، ما تزرعهاش شعير، لا تزرعها شعير. طيب ارقي وامحاع بيعاه. لو جه بقى فيضان عالي، لو جه فيضان عالي اركسو اركسو بيتي ايم، هتزرعها شعير. تمام. احنا ممكن نطلع بمعلومتين. اول معلومه ان الشعير كان بياخد كميه ميه اكتر من القمح. تاني حاجه ان كان بيتم تحديد نوع النبات اللي هيتم زراعته بناء على حاله الفيضان. وكان في نقطه ثانيه برضو يا فندم، ان برضو كان بيتم تحديد الاجور بتاع العمال بناء على حاله الفيضان. الدليل على كده برضو نص موجود في البرديه رقم 517 من نفس المتحف ده، اللي كان حقا نخت بيقول لاهل بيته ارون عقون اركدن احت، يعني عملت لنا رواتبنا بناء على حاله الفيضان. حين والكلام عن قصة الأجور دي رجعني بالكلام والحديث في بداية الحلقة في الانترو عن 23 يوليو لإعادة حقوق العمال والفلاحين، وإنه أصبح من الإقطاعي وشغال في أرض مش ملكه وبأجر زهيد جدا، وحقوقه كانت مسلوبة منهم إلى أن الأرض بقت النهاردة ملكه يقدر يشتغل فيها. فاختلف الجو تماما، يعني موضوع كان من أيام المماليك ومن أيام الفراعنة من زمان جدا، وهو الفلاح كان يعني مسلوبة منه حقوقه. النهاردة إحساسه منه يعيش في أرضه ده مختلف تماما، وبيخليه يعطي أكتر ويدي أكتر للأرض. الكلام بقى عن الموضوع أنه يعني المحاصيل هل اختلف كثيرا عن دلوقتي؟ يعني كان في محاصيل معينه، كان في حيوانات معينه بتساعدهم في الزراعه، يعني الادوات المنجل المحراث
الشادوف. اكيد اكيد يا فندم. هو انا بس كنت حابب ان انا اذكر كل اداه في المرحله بتاعتها، ولكن حضرتك سبقت طبعا كان بيتم طبعا استخدام الماشيه في عمليه الحرث مثلا، كان بيتم استخدامها في عمليه الحرث، كان بيتم استخدامها في بذر البذور، في الانبات، كان بيتم استخدامها في عمليه الدرس. تمام يا فندم. يعني مثلا في منظر موجود في مقبره خنوم حتب الثاني في بني حسن، بيقول ايه بقى؟ بيوضح لنا النص ده اهو ان بيتم اختيار الماشيه سواء كانت ثيران او ابقار، يعني لا يتم اختيارها اعتباطا وانما لابد ان تكون مدربه في عمليه الحرث. الدليل على كده ايه؟ النص اللي بيقول خرحسن كاو. خرحسن كاو يعني ايه؟ يعني بافضل الثيران او الحرث بافضل الثيران. هو كان عايز يقول سقى احت خير حسن كاو، ولكن هو حذف سكا احت دهياتي لان المنظر نفسه بيعبر عن الحرث، فاللبيب بالاشاره يفهمه. فكمل بقى النص، وزي ما قلت لحضرتك اللبيب بالاشاره يفهمه. اكيد طبعا يا فندم ما كانش بيتم استخدام الماشيه فقط، وكان طبعا بيتم استخدام الاغنام او الضأن زي ما احنا بنقول، وكان برضه بيتم استخدامها في عمليه بذر البذور، لان عندنا بذر البذور ودي كانت المرحله الثالثه اللي كنت لسه اتكلم عنها، كان بيتم فيها بذر البذور دهيات اما ان هم يجيبوا السنابل ويحطها في صف، السنابل القمح ليست الحبوب، السنابل زي ما هي او الشعير اي ما يكون، ويحطها في صف ويخلوا الثيران دهيات او الماشيه تدوس عليها او تطأ باظلافها عليها فتغرزها بالفعل يا فندم، فتنساب حبوب القمح او الشعير تمام من السبله وتسقط في خبايا الارض وتنزل في الارض. تمام دي كانت نقطه. طب افرض ان مثلا دلوقتي لا انا هجيب الحبوب، وده اللي كان شائع ان يجيب الحبوب وينصرها، بالفعل كان بيجيب كده سله مصنوعه من القش او من البوص بيملاها من الحبوب وكان بياخدها وكان بيبذر. في الحاله دي كان بيستخدم قطيع من الكباش. كان بيستخدم قطيع من الكباش، بس طبعا كان بيبقى حريص ان الكباش ديت ما تاكلش الحبوب دهياتي والا الدنيا هتبوظ معاه خالص. لذلك بيبقى عندي يا فندم عندنا في منظر في مقبره خنوم حتب جحوتي حتب في دير البرشه، بيقول في واحد لزميله يعني في الشغل بيقول له خربرك سو، سيطر على هذا القطيع. مك سو حربرت، هذا النبات سوف ينبت، واكسسي وسوف تكون ثماره عاليه. الله. تمام. فاحنا مش عايزين البذور دهياتي تضيع مننا، او بمعنى اصح يا فندم انا اسف على المقاطعه، عايز اقول دي امانه عايزين ان احنا نحافظ عليها. يعني الموضوع ما كانش عشوائي ابدا اطلاقا يا فندم، الموضوع كان بيتم تخطيط ليه ودراسته. يعني اجدادنا احنا بنتكلم لما بنرجع لدايما البدائي او الحاجات البدائيه الواحد انه الموضوع ممكن يكون عشوائي ما في معلومات كثيره، لا احنا ما زلنا لحد النهارده بنستفيد من هذا الارث بالفعل يا فندم، وهذا الميراث الغالي جدا اللي بيدينا ما زلنا حتى النهارده يعني ادله ودلالات كده بنمشي عليها في العمليه الزراعيه. تمام يا فندم مظبوط كلام حضرتك مظبوط. واستكمالا يا فندم المراحل العمل الزراعي برضو عندنا المرحله اللي بعد كده انا بعتبرها ان هي اهم مراحل العمل الزراعي اللي هي مرحله الحصد. انا ليه بقول عليها ان هي اهم مراحل العمل الزراعي؟ لان المرحله دهياتي على الرغم من بذل المجهود المضن فيها الا ان كل الفلاحين والمزارعين كانوا بيبقوا مبسوطين جدا جدا. احنا دلوقتي خلاص اتوفر لنا او ضمننا القوت اليومي اللي هيكون دايم لنا طول السنه، لان فندم القمح والشعير بالنسبه لمصر القديم عصب، احنا ما نقدرش ان احنا نستغنى عن رغيف العيش، هم كذلك الامر ما كانش ينفع ان يتقطع عنهم القمح او الشعير، لابد من توفره. تمام. وعلى فكره يا فندم كان في عمليه الحصاد دهياتي بيبقى في رئيس عمال مسؤول عن الحاصدين دول هماتي، احنا بنقول عليه لحد فتره قريبه الخولي. تمام. الشخص الخولي ده اللي مسؤول عنهم، فكان بيتم تقسيم الارض لقطع، كل قطعه بيخلي عليها مجموعه من الحاصدين، المجموعه ما ينفعش ان هي تسيب العمل بتاعها وتطلع، لابد ان هي تخلصه. تمام يا فندم. طبعا كان في وسط الشغل في فتره راحه، اخد بس منها يعني نص بسيط كده مش هتكلم عنهم كلهم. واحد من ضمن العاملين يعني بيقول للجماعه اللي شغالين معاه ري وني دي ثن هاو ونم تي حنقت، يعني ايه؟ يعني اشتغلوا، بيقول لهم اسرعوا في الشغل، شهلوا يعني عايزين نطلع مع حبايبنا ونتناول الوجبه بتاعتنا. الوجبه دي كانت عباره عن ايه؟ التي والحنقت. التي والحنقت يعني الخبز والجعه، عامله دلوقتي يا فندم زي الفول والطعميه. الله. دي كانت الاكله الشعبيه في مصر القديمه. تمام. الجعه يا فندم مش اللي هي البيره، يعني مشروب كده قريب حاليا من مشروب البوظه اللي طبعا منتشر ومسكر شويه. السكريات اللي موجوده في المشروب ده يا فندم بتدي للجسم طاقه، طبعا احنا عمليه الحصاد دي محتاجه مجهود جبار جدا جدا، فلابد ان احنا نعود الجسم ده بنسبه سكريات تساعد في بذل المجهود دهواتي، وفي نفس الوقت ان الفلاح يعني زي ما بقول كده يعني ما يتعبش مننا. برضو كان في حاجه تانية بيحب ان هو يعملها صاحب الارض، كان بيجيب عازف للناي.
بيروح للناس يعني، فهو فرحان الله، فهو عايز يفرحهم معاه بالفعل. لذلك في مقبره سقاره واحد اسمه تي، مقبرة تيب سقارة طبعا، ففي واحد يعني بيحصد طبعا، انحصد على فكرة علشان ما انساش يا فندم، القمح كان تقريبا بطول البني آدم. الله كان بطول البني آدم، السنابل الذهبية بقى، واحنا كنا يعني سلة العالم في الغلاف. مظبوط يا فندم، اكيد مظبوط تمام. فما كانش يا فندم زي دلوقتي بيحصد من سطح الأرض مباشرة، كان بيحصد من فوق الركبة تمام. مرحلة الحصاد كان بيقولوا عليها ايه بقى؟ كان بيقول عليها أسخ إما أسخ الماء عن الحصاد بواسطة المنجل، لأن المنجل واحد من أهم الأدوات التي تستخدمها مصر القديم في الزراعة طبعا. أزم. تمام يا فندم. فكان بيقول إيه بقى؟ كان بيقول إحنا طبعا كنا بنتكلم عن الـ عن الـ الـ القمح وهم بياخدوه باختلاف طبعا الزمن بتاعنا دلوقتي تمام. مش من يعني من عند التربه مباشره لا، او من على السطح لا، احنا من فوق على طول. كنت بتكلم عن عازف الناي فطبعا الجدع اللي هو بيحصد فبينادى على عازف الناي، فعازف الناي بيقول له وش كوي امرني، فبيقول لي كاو. يعني ايه كاو دهياتي؟ كاو دهياتي كان عنوان انشوده او عنوان اغنيه في مصر القديمه. وفي واحد تاني طلب منه اغنيه تانية، بيقول انا عايز مثلا اغنيه حنقه اري، حنقه اري، حنقه اري شعي بيشه، يعني عايز جعة من اجلي لان اقطع البيشه. طبعا وده ما تستغربيش يا فندم لما لقينا ان احنا بنغني للثيران او بنغني للنباتات، لان لحد هنا قريب احنا بنغني للمحاصيل زي مثلا القصب عندنا في اللهجة الصعيدي. احنا سريعا عشان مخرجنا الجميل برضو استاذ احمد عايزنا نختم على طول طبعا. قبل ما نختم، هل في لغه او مفردات من اللغه استمرت معانا لحد دلوقتي من اللغه المصريه الجميله اللي حضرتك عملت متعنا بيها من الصبح دي؟ يعني في كلمات ما زالت لحد النهارده مثلا بنستخدمها ولا لا؟ يعني اللغه اختلفت كليا وجذريا بشكل كبير. احنا يا فندم تقريبا بنتكلم اللغه المصريه القديمه تقريبا تمام. والارث اللي احنا اخذناه من اجدادنا المصريين القدماء لم يكن فقط في الكلمات ولكن ايضا في الاقوال تمام. يعني مثلا عندنا في الوزير بتاع حتب بيقول مثلا ايه؟ بيقول امعم ابكي امرخ كي، يعني لا تتكبر بعلمك، حاليا من تواضع لله رفعه. تعيش معانا برضه حق نخت بيقول لاهل بيته ايه؟ بيقول لاهل بيته جسن عنخ ارموت انسب، يعني نصف الحياه افضل من الموت الدائم. دي بتقابل عندنا نص العمى ولا العمى كله. احنا بناخد امثله كتير قوي يعني من المصري القديم كتير جدا جدا يا فندم كتير جدا. في كتير في كتير. انت وعدتني هتقول اسمي باللغه المصري القديمه. اسم حضرتك زي ما هو يا فندم، لانه اسم عالم، لانه اسم عالم. وقال لي كمان هيكتبه لي بالحروف اكيد طبعا اكيد المصري القديمه أكيد. فانا بحييك على وجودك معانا يا فندم، ربنا يخلي حضرتك. ونادرا لما بنلاقي حد محب كده لتخصصه، وكتير كنا بنستضيف وبنتكلم عن موضوعات عن الزراعه القديمه وعن المصري القديم، ولكن ما كناش قدرنا نخوض كده بتفاصيل الحياة الزراعية للمصري القديم. امتعتنا النهارده، بحييك وبشكرك على حبك للمجال وعلى انك عايز توصل لنا المعلومه بتفاصيلها وبمنتهى الدقه. ربنا يخلي حضرتك. دكتور محمد شعبان المنشاوي باحث في اللغه المصريه القديمه، كل سنه وحضرتك طيب ونورتنا. ربنا يخلي حضرتك. ربنا يخلي حضرتك يا فندم. شكرا يا فندم. لسه مكملين مشاهدينا الكرام نهار جديد وفقرتنا الأخيرة بعد الفاصل، استنوا.